أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة. قناة السويس هتكلم عن الافتتاح الجديد، مش الافتتاح اللي هو في القرن الأول ما اتفتحت، لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهارده قناة السويس جابت تقريبا 200-220 مليار دولار. أنا خليت المتوسط أربعة. خليت المتوسط إيه؟ أربعة. 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه إيه؟ ما هو داخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانة قانونية في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. اجهزه الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه.